التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. هكذا شاهدنا واستمتعنا في الأشواط الرئيسية بالنسبة للإبكار، وشوط الجعدان ذهب مع الشريف يسير على بركة الله وتوفيقه، وشوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثالث الذي يضم نخبة من الإبكار. اللقاية والأشواط المفتوحة، هذا الشوط لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والبداية الأولى، وهنا مع المقدمة من يأتي أو لتتقدم هنا مذهلة لسمو الشيخ دياب بن سيفان هيان. محمد بن يابر لنيبي يتولى عملية تضميرها وتدريبها بينما النقلة إلى المركز الثاني ليتابع الغادمة. هذه هي الآن اللي واصلة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، السايحة لأحمد بن سعيد بن سالم الليبي من يقدم لنا السايحة في المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. وهذه الحاضرة الآن تقدمت حلفة لخليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة مع المركز الثالث، بينما ننتقل وناخذ اللي على المركز الرابع. وفي المركز الرابع هذه الآن بتصوغان لسمو الشيخ زايد بن زيد بن محمد انهيان. محمد بن سالم ليديلي هي عملية تضميرها وتدريبها. أما الآن نتابع اللي على المركز الخامس، وفي المركز الخامس هذه هي سرت لحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة يتقدم على مستوى المركز الخامس، بينما نتابع اللي على المركز السادس. وفي المركز السادس هذه الحذرة، الحذرة تقدمت أم هنا رعود فضل بن سلطان بن معيصم الفلاحي نحو المركز السادس، بينما المركز السابع اللي تقدمت الآن ووصلت في هذا المعترك تقدمت أيضا الهبيبة، الهبيبة محمد بن عبد الله بطير العمري، بينما في ثامن المراكز اللي تقدمت هذه غنايم عمر بن علي بن بخيت المسافري. المركز التاسع دخول عليه الآن من الصيادي الخارجي اللي تقدمت ووصلت في هذا الاندفاع الجميل. هذه الآن الطيبة لسيب بن سعيد بن عنتر الغفلي. وفي المركز العاشر، في المركز العاشر هناك من وصلت وتقدمت في هذه اللحظات اللي هي مناسبة لسهيل بن مسلم بطير العمري بمتابعة أبو حمدان ياتي حمد بطير العمري من يضمرها أيضا في عملية تضميرها ومتابعتها. هذا شعار، هذه هي نتيجتنا وندائنا للعشرة المراكز الأولى، لكن أسامي وشعارات قوية خلف العشر المراكز الأولى اللي تعد العدة للختاميات للمهرجانات القادمة على الأبواب. الكل مشاهدين الأعزاء يعد العدة لأقرب شارة، بالفعل شارة المرحوم لا بإذن الله تعالى اسمه الشيخ حمدان بن راشد طيب الله ذراه، وجائزة زايد الكبرى اللي بانتظار ملاك أهل الهجن. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى السايحة، إلى السايحة بسم الله عليها هذه السايحة. ولكن يا مشاهدين الأعزاء ديروا بالكم من شعار العنيد عندما يغادر 1200 وعنده فارق 100 متر بينه وبين الأسماء، يروح إلى الفوز خلاص، يروح إلى الانتصار. الله الله بسم الله على السايحة. أحمد بن سعيد بن سالم لنيبي قال هاتي اللي لها في السبق، أيضا مشاهدين الأعزاء، أو قال هاتي اللي تطوي الميدان طي لتبدل على اليمين وعلى اليسار. ها هي الآن تقدمت السايحة وراحت إلى الفوز، راحت إلى الانتصار، والعصا راقدة، العصا أمرة بدون أي أوامر، مذخورة للمهرجانات، مذخورة لأيام المحافل، لأيام ترتفع الأعلام الستة ما شاء الله. ولكن هنا راقب اللي قادمة، راقب اللي قادمة اللي واصلة في هذه اللحظات، من تحركت في هذه الاندفاع. هذه هي الطيبة لسيب سعيد بن عنتر الغفلي، ولكن خلاص خلاص هدى حافظ، هدى حافظ إلى الفوز إلى الانتفاع.
الانتصار، راحت الى المقدمة، راحت الى البداية الاولى سايحة. احمد بسعيد بسالم الينابي، سلام الى عنيد المرمري، سلام سلام الى ابو خليفة، سلام سعيد بسالم الينابي المتابع الدعم الرسمي لهذا الشعار الكبير بجماهير عند قاعدة جماهيرية ما شاء الله وتبارك الله. بن عنتر مع المركز الثاني، ولكن سلام من المرموم الى المرموم، من المرموم الى المرموم، من المرموم الى السهيلي، السلام يتجول يتجول سلام. وتحية واحترام لسعيد بن سالم، احمد بن سعيد بن سالم لينابي، سلام عنيد المرمري، سلام سلام على هذا الفوز. صرحت بان صايحة صاحبة الشوط وما خيبت الظن، انتزعت الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الهلال الحذر عيلان بسعيد عيلان المهيري، المركز الثالث شعار علي بن مقارح البري، المركز الرابع المركز الرابع وصلت اللي هي مشاهدي الاعزاء الشاهنيه لهجن الرياسه، والمركز الخامس المركز الخامس وصلت له الهلال الطيبه لسيف بن سعيد بن عنتر الغفل يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا، ولكن عوده الى توقيت السايحه 6 دقائق و7 ثواني. هنيا لاحمد بن سعيد بن سالم الينابي على فوز السايحه اللي قدمت هذا العرض الممتاز واهدت السلامات الى اهالي المرموم. هنيا على هذا الفوز لجميع الفائزين.